السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وفضلا وليس أمرا ما تنسوش أخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. وإليكم التفاصيل. الفنانة دنيا بوطازوز كتنزل فيديو على الحساب ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة لطيفة أحرار، وهي كتحكي شنو وقع لها بالضبط. غادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم، جيت ندير هاد لا فيديو باش نعاود لكم على واحد الحادثة وقعت لي الأسبوع اللي داز. كنا كنصوروا البرايم ديال نصف النهائي ديال ستاند اب، وتواصل معايا واحد السيد قال لي بأن مجموعة ديال الناس كلفوه باش ينفذ واحد التهديد جسدي في حقي. كنت انا في لالوج كنوجد، بالطبع انا ما عاودتش هذا الشيء للفريق التقني ولا الفني اللي كنشاركوا اونصامبل الاشتغال، ولكن كانت حاضره معايا لا ستيليست. دونك ذاك النهار صورت، ولكن لغد ليه توجهت مباشره لولايه الامن بالرباط، توجهت وحطيت الشكايه ديالي. وكنشكر السي الحموشي، كنشكر السي تريسي، كنشكر النساء ورجال الامن اللي كانوا فريمون استباقيين وفي واحد الوقت وجيز وفي واحد الوقت يعني قصير جدا وقياسي تمكنوا من القبض على هذا السيد هذا. وفي الاخر يعني اكتشفنا بان هو داير هذا السيناريو كله هو باش يقوم بالابتزاز ديالي. انا درت هذا الفيديو اولا باش نخبركم بهذه الحادثه هذه، ولكن نتقاسم معكم جوج ديال الاشياء. الناس اللي كتخول لهم نفسهم انهم يقوموا سواء بالقذف ولا بالتشهير ولا بالابتزاز ولا بالترهيب ولا بالتخويف ديال الناس، سواء عبر التليفون ولا الواتساب ولا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يوقفوا على هذا الشيء باسكو البلاد ما فيهاش سيبا، البلاد فيها القانون. والناس اللي تعرضوا لهذا الشيء يعني الابتزاز ولا الترهيب ولا التخويف، بغيت نقول لهم ما يخافوش وما يترددوش انهم يمشيوا ويتواصلوا مع جهاز الامن الوطني، مشكورين اللي كيقوموا بجميع المجهودات باش يحيدوا هاد الافه اللي ولينا كنعيشوها بزاف. وشكرا. شكرا. والفنانه دنيا بوطازو ترافقت هذا الفيديو بتعليق اللي كتقول فيه الحمد لله على سلامتك حبيبتي. فالحمد لله على سلامتها، ودابا القانون غادي ياخذ المجرى ديالو. كنتظر خوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.